بالمناسبة كمان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والبعثة في طوكيو قرر منح الثنائي المصري طبعا سيف وهدايا مكافأة فورية تبلغ قيمتها $5,000 تقديرا لما بذلوه من مجهود حتى هذه اللحظة، وإن شاء الله ربنا يعني يكمل فرحتنا ونحصد المزيد من الميداليات. ولسه عندنا ألعاب كتير لسه ما ابتدتش فيها المنافسات زي الكاراتيه، المصارعة الرومانية، ألعاب القوة، الملاكمة، وطبعا غيرها كتير من الرياضات المختلفة. وكلنا ثقة إن شاء الله في كل أبطالنا، ربنا يكرم ويوفق إن شاء الله ويرجعوا لنا بالمزيد والمزيد من النجاحات والميداليات. على فكرة كتير من الأبطال المشاركين دلوقتي مع البعثة كانوا عندنا هنا ضيوف كمان في 10 الصبح في الأهلي، فدي حاجة أكيد كانت تشرفنا، وفي منهم برضو من أولاد النادي الأهلي، فبالتوفيق ليهم إن شاء الله وترجعوا لنا ونستضيفكم هنا أكيد بالميداليات. واللي أنا عايز أقوله كمان إضافة يعني لكلامك في فكرة هنا البعثات العربية المختلفة، الواحد بيفرح لما كمان بعثة عربية بتحصد، مش لازم بس إحنا أكيد بنسعد وبيبقى عندنا فخر لما مصر بتحصد ميداليات، ولكن كمان عايز أقول لك الروح هناك يعني، وده اللي تم نقله بقى من هناك يعني ناس من البعثة موجودين، الجاليات والبعثات العربية لما حد من العرب بيكون بيلعب بيشجعوه، يعني امبارح كانت مصر والأردن عاملين دويتو جميل جدا، تشجيع واقفين في ظهر بعض، فهو ده أو هي دي الروح يعني طب. هو ده اللي احنا متوقعينه، فبالتوفيق لكل الجاليات العربية إن شاء الله وتحديدا أكيد المصرية.